السلام عليكم الله تعالى وبركاته. أهلا بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا البلد الجميل الذي نحن نعيش فيه، هذا البلد القارة الواسع الشاسع الرائع، هذا البلد المتنوع ما بين خضرة وما بين رمال ذهبية وما بين جبال ثلجية رائعة. هذا البلد اسمه الجزائر، أكبر بلد في إفريقيا وأكبر بلد متوسطي. هذا البلد أمانة تركها لنا الأجداد، أجداد قاوموا من أجله، أجداد حاربوا بالغالي والنفيس. منذ الأزل كانت هذا البلد مطامع الأعداء، أراد الكل أن أخذها، والكل استفاد من خيراتها ومن روعتها وموقعها الاستراتيجي، لكن دائما ما حمى أبناؤها، دائما ما دفع عن أبناؤها، دائما ما كان الأمل. هذه البلاد بلاد تعتبر وصية الشهداء، وصية المجاهدين، وصية كل من ضحى. بلاد جميلة، بلاد رائعة، يمكن أن نبني بها، يمكن أن تبنى بسواعد أبنائها، يمكن أن نحقق في الكثير، يمكن أن نبني بها مستقبل أجيال بالعمل وبالبناء وبالتخطيط وبالإرادة الحسنة، وقبل ذلك بالتمسك بمبادئنا وبديننا وبحضارتنا. هذه البلد علم الجزائر رفرف أبيض وأخضر أخضر. هذا البلد لا بد أن نحافظ عليه، نداء من القلب، نداء نوفمبري يرجع إلى أول نوفمبر، وصية الشهداء، وصية المجاهدين. هذا البلد الذي ناضل من أجله الكثير، بلد يملك كل مقومات النجاح، مقومات اقتصادية ومقومات بشرية يمكن أن ترفعه إلى القوى العظمى. لما لا بالطموح يمكننا أن وبالعمل يمكننا أن نسد ذلك، فقط بالطموح وبالعمل، وليس بالكسل والتكاسل. هذا الشباب الذي لا فقد القدوات، الشباب تائه ليذهب إلى البحار إلى أوروبا هاربا طالبا لدنيا فانية، بعدما كان أجداده يذهبون فاتحين، بعد أن كان أجداده يدافعون الأرض ويذهبون فاتحين نشرا لدعوة والإسلام. هذا البلد الشباب لابد أن يعي ذلك، أجداده من غاب الأزمان عاشوا في ظروف أصعب وفي ظروف أسوأ، لكنهم بنوا الوطن وحافظوا عليه ودافعوا عنه، وذهبوا أيضا ناشدين الحق، ناشدين دين الإسلام، ناشدين المبادئ إلى أوروبا وإلى غيرها، على عكس ما نرى الآن من هروب الشباب، هروبهم من الواقع وهروبهم من فشلهم. نعلم أنه ممكن الظروف تدفع الكثير نحو اليأس، لكن يوم يتحملون المسؤوليات، يتحملون مسؤولية بناء بلدهم، يتحملون مسؤولية تغييرها. كلنا جزائريون، من أعلى مسؤول إلى أدنى مواطن بسيط، كلنا جزائريون، وكلنا لابد أن نعمل يد بيد نحو بناء هذا الوطن، نحو رفع هذا الوطن ورفع وبنائه لبنة لبنة، حتى يكون وطن الجميع يتسع لنا جميعا. لماذا يهرب أبناؤنا؟ لماذا لا يتعلمون الوطنية؟ لماذا لا يبنون بلدانهم بسواعدهم؟ لماذا تخرب أدمغتنا؟ صحيح أن المناخ صعب، لكن لابد من المقاومة، لابد من إيمان، لابد من تضحية. أجدادنا بداية من يوغرطة ومن أجداد الأمازيغ الذين ضحوا لهذا الوطن وقدموا له بالنفس واليافيس، ضحوا ضد الرومان وحاربوا ضد الوندال وضد الرومان وضد كل المعتدين وضد كل الغاصبين، وانتصروا في الكثير من المعارك، قدموا أرواحهم شهادة في سبيل
إعلاء كلمة هذا الوطن. هذا قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام بسنوات بقرون كانت الحراء وطنية، وكانت النخوة تملأ قلوب الجزائريين وقلوب أهل شمال إفريقيا للدفاع عن أرضهم وعرضهم ضد الرومان وضد الغصاد المغتصبين من الجرمانيين والوندال. وقد استطاعوا أن يدافعوا ذلك بتقديم تضحيات، كل باسمه، بغرطة ويوبة وغيرهم الكثير، وأثارهم باقية، أثار تقارع أثار رومان وتحكي أصالة شعب أصاء وتاريخه. جاء دين إسلامي يعزز اللحمة ويعزز مبادئ الجزائر ومبادئ شمال إفريقيا. ذهب طارق بن زياد، أيها الشباب الآن، ذهب طارق بن زياد فاتحا للأندلس، ناشئا لدين الإسلام، حكم للأندلس 8 سنوات بفضل هذا الفاتح. تعاون موسى بن نصير العربي وطارق بن زياد البربري وفتح الأندلس، وكان خير فتح، وكان بداية لحظات استمرت سواء 8 قرون قبل الفشل والتمزق والاندهار في الأخير للأسف الشديد. لكن أوروبا كلها تشهد، والإسبانيا الآن والبرتغال تشهدان بالكثير من المعالم التي تركها الجزائريون والشمال الإفريقيون البربر خاصة والعرب في شبه الجزيرة الإيبيرية. لماذا نعيد الفتح؟ لماذا نعيد نشر الحضارة؟ لماذا نكون مثل أجدادنا؟ لماذا نهرب طلبا لدنيا ثانية؟ لماذا لا نكون مثل الرئيس حميدو ومثل بربروس، ندافع عن المظلومين من الأندلسيين الهاربين، ونقارع القوى الأوروبية ونقارع أمريكا؟ في بدايتها كان الكل يخاف من الجزائر، كان الجزائر سيدة البحر الأبيض المتوسط لمدة 3 قرون لا ينزع أحد. هذا البلد الذي أنجب الأبطال وأنجب الأسود، أنجب الكثير، لماذا يعجز الآن عن إنجاب مثلهم؟ لماذا نهرب طلبا لدنيا ثانية ووهنا وخوفا من مستقبلنا؟ كن نحن الآن لا نملكه ولكن يمكن أن نبنيه. لماذا لا نكون مثلهم؟ نبني حضارة الجزائر مثل الرئيس حميدو الذي كان من عظماء الجزائر ابان الفترة العثمانية، وبقبله بربر اخوين الدين بربروس وبابا هروج الذين انقذ الجزائر من الاسبان، والذين انقذ الاندلسيين من مصير محاكم التفتيش. لماذا نكون منقذين؟ لماذا نكون امل ولا نكون يأس ولا نكون قنوط ولا نكون عالة على الدول الأوروبية نهرب لها؟ لماذا لا نحارب مثل ما حارب أجدادنا فرنسا عند دخولها، لالا فاطمة سومر وأبو بغلة وأدوارد الزهاطشة وزيان وأمير عبد القادر وهذا الأمير بعمامة الذي كان رمزاً من رموز الكفاح والذي لم يعطى حقه في التاريخ؟ لقد حارب الجزائريون، حاربوا دفاعاً عن هويتهم ودينهم وعن لغتهم ومقوماتهم، اللغة العربية واللغة الأمازيغية والمقومات والمبادئ التي الإسلامية التي يمتلكونها ضد المستعمر الغاشم. من الصعب، كان على الصعب من فرنسا أن تتغلغل بدون جرائم وحشية وبدون مجابهة دامية كان وبدون خيانة البعض للأسف. لقد أبان هؤلاء عن أسود من أجل بلادهم الجزائر. ثم جاء النوفمبريون، جاء المجاهدون، جاء المجاهدون والشهداء الذين قدموا النفيس والغالي لحرية هذا الوطن ضد فرنسا الغاشمة، وكانوا شعارا لمحاربة الاستعمار، شعارا لجزائر الحرة. هذا الأسد العربي المهيدي رحمه الله وإخوانه من المجاهدين والشهداء الذين قدموا أروع الأمثلة في الدفاع عن الجزائر وأروع الأمثلة في الذود عنها. لماذا لا يقدم بهم شبابنا؟ لماذا لا يقتل الشباب بهؤلاء؟ لماذا يرمي الشباب نفسه هربا لدنيا ثانية وهربا إلى جنة كاذبة في أوروبا؟ للأسف الشديد لا بد علينا أن نعلم هؤلاء أطفال الغد، أن نعلمهم تاريخنا وحضارتنا وقيمنا، أن نعلمهم من بنى الجزائر ومن ساهم في تطويرها، أن نعلمهم أن الجزائر تبقى شامخة وأن يبقوا في بلادهم ليبنوها، أن يحافظوا على هذه الرسالة النوفمبرية. لابد أن نعلمهم ونثقفهم
فالعلم والثقافة سلاح فقدناه مؤخرا. للأسف استغلنا التكنولوجيا فيما لا يفيد، وتركنا هذا السلاح التكنولوجي الذي يمكنه أن يكون سلاحا ثقافيا وعلميا لنبني به أمتنا. هيكون هؤلاء بناة الجزائر الغد، الجزائر التي نحن بها، الجزائر التي نريدها، جزائر قوية، جزائر عزيزة. أيها الشاب، أيتها الشابة، لا تفكروا في الهجرات الشرعية غير الشرعية، لا تفكروا في الحرقة، لا تفكروا في الهرب. ابنوا بلدكم هنا، المستقبل يبدأ من هنا، من سواعي الجزائريين، من عقول الجزائريين، من اتحادهم، من تراسهم. ونأمل دائما المستقبل، نأمل لمستقبل مشع يكون في الجزائر في حاضرة البلدان المتطورة. أحبكم أستاذ عقوب علي، مواطن جزائري يطغون على وطنه ومحب له ومتمين له الخير ومتفائلا بالمستقبل. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.